السلام عليكم، معكم أحمد عبد الرحمن معلم الرياضيات للصف الخامس ابتدائي مدارس معالم التربية القسم الابتدائي. تعالوا اليوم يا شباب ندرس درس جديد، الانعكاس في المستوى الإحداثي. درسنا من قبل الانسحاب، والحين ندرس درس جديد اسمه الانعكاس. يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحين صورة الطائرة على سطح الماء تمثل انعكاس اللوحة على سطح الماء، يعني عندك طائر يا شباب وشفت صورته على الماء، هذا هو الانعكاس. تلاحظ ان نفس حجم الطائر هو نفسه على المويه ولكن مقلوبه، صح ولا لا؟ هذا هو الانعكاس شباب، ولكن هنمثل اليوم على المستوى الاحداثي. طبعا فكره الدرس اليوم هنرسم صوره شكله بانعكاس في المستوى الاحداثي، يعني شكله ونبي نسوي له انعكاس زي ما الطائر انعكس بالنسبه للماء يا شباب. بالظبط المفردات اللي نتعلمها اليوم انعكاس مع انعكاس، ولازم نعرف محور الانعكاس، يعني هو هينعكس بالنسبه لاي محور. وش انعكاس يا شباب؟ هو تحويل هندسي اخر لا يغير من مقياسات الشكل او نوعه، يعني بيغير من اتجاه الشكل لكن يفضل نفس الشكل، نفس القياسات موجوده ما يتغير. شوف يا شباب، يسمى قلب شكل هندسي. شفت يا شباب مثلث الأزرق مثلا والخط المستقيم موجود؟ الحين نقدر نقول المثلث الأزرق انعكس بالنسبة للمستقيم اللي في الوسط هذا وصار المثلث الأخضر. طب كيف انعكس؟ الموضوع سهل وبسيط. بنحدد رأس كل نقطة للمثلث الأزرق ونتحرك جهة الخط المستقيم اللي في الوسط. مثلا نقاط المثلث اللي على اليسار، الرأس الأول اللي فوق مثلا يبعد عن الخط المستقيم اللي في الوسط بخطوة، إذا تحرك الجهة المقابلة الجهة الثانية خطوة أيضا، ومثلا النقطة الثانية بعيدة عنه بخطوة تحرك خطوة، والنقطة الأخيرة بمثلا ثلاث خطوات تحرك ثلاث خطوات، ونوصل بين النقاط الجديدة ومن ثم نحصل على انعكاس المثلث. عند انعكاس الشكل يا شباب حول المستقيم تكون الرؤوس المتناظرة على مسافات متساوية، نفس الشيء يعني إذا تحرك هذا خطوة بالنسبة للمستقيم يتحرك الثاني نفس عدد الخطوات. متوازي أضلاع رؤوسه أ 0 و4 ب 4 و8 ج ب 5 و5 ود ب 1 و1. المطلوب مننا نرسم متوازي الأضلاع هذا على شبكة تربيعية. طبعا شبكة تربيعية عرفناها، خط أفقي وخط رأسي، ونحط الأرقام على الخط الأفقي والأرقام على الخط الرأسي في دفتر المربعات، فيطلع لينا المستطيل الأزرق. طيب ثم نسوي يا شباب انعكاس لمتوازي الأضلاع الأزرق، فنرسم خط مستقيم في الوسط عشان ينعكس الجهة الثانية، ونسوي انعكاس لكل نقطة من نقاط المتوازي الأضلاع الأزرق. يعني ألف لما تتقلب تصير ألف شرطة، اللي هي ألف في الجهة المقابلة بتكون على نفس البعد بالضبط بينها وبين المستقيم الأسود، والباء نفس الشيء لو تلاحظوا، والجيم ما تحركت يبقى هي نفسها على الخط نفس الخط، والدال، ونوصل ونحصل على متوازي الأضلاع الأحمر يا شباب، نوصل بين النقاط ونحصل على انعكاس متوازي الأضلاع الأزرق بالضبط. فكرة الأكل يا شباب عندنا أهو، أول مسألة بتقول ارسم صورة كل شكل مما يلي بانعكاس حول المحور، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة. طبعا المثلث الأزرق أما ينعكس بالنسبة للخط المستقيم تصير الجهة المقابلة يا شباب، وزي ما قلت بنعكس كل نقطة من نقاطه، يعني نشوف هي بعيدة عن الخط المستقيم هذا بكم خطوة، ونصير نفس عدد خطوات الجهة الثانية. طبعا المثلث هذا عنده ثلاث رؤوس، يبقى نحرك نعكس كل رأس منها ثم نوصل بين الرؤوس الجديدة، فنحصل على الشكل الجديد للمثلث. شفت يا شباب كل رأس اتقلبت الجهة الثانية، ثم نوصل الرؤوس الجديدة ونحصل على المثلث وانعكاسه بالنسبة لنفس الخط. والرؤوس الجديدة طبعا 2 و4 و2 و8 و4 و5 نفس الشكل يا شباب، عكسناه بس لتحت نفس المثلث يطلع. نعرف منين المثلث انعكس بصورة صحيحة؟ نلاقي نفس مساحة هذا هو نفس مساحة هذا بالضبط يا شباب. الشكل هذا يا شباب شفتوا؟
نعكس لفوق، نقلب كل رأس من رؤوس الشكل هذا اللي هو شكل منحرف لفوق. لو الرأس بعيدة عن المستقيم بخطوتين نتحرك لفوق خطوتين، والرأس الثاني مثلا خطوتين احرك خطوتين، نفس الشيء. طبعا هذا الشكل عنده أربع رؤوس، يبقى هنعكس أربع رؤوس للجهة اللي فوق، وكده نكون عكسنا الشكل كله يا شباب. وبكده نكون انتهينا من درس الانعكاس، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.